دكتور مهدي القرطوغي رئيس جمعية الحرابة السيدة. التقديرات ديال وزارة الصحة تشير أنه هنالك تقريبا 21500 شخص حامل للفيروس ديال نقص المناعة البشري فيروس ديال السيدة. اللي تنعرفو تنعرفو أن تقريبا 70% من هاد الأشخاص هما وصلوا للعلاج، يعني انهم قاموا بالفحص التحليله وعرفوا راسهم انهم حاملين الفيروس وتحولوا الى مراكز العلاج. اذا تبقى لنا 30% ديال هاد الاشخاص ما براسهم ما شاكينش براسهم انهم حاملين الفيروس لانهم عمرهم ما قاموا بالتحليله. فتنعرفوا ان الاصابه بالفيروس ديال نقص المناعه البشري يمكن لها تاخذ سنين عاد تظهر الاعراض. فهاد الاشخاص هما اللي خصنا نوصلو لهم لانهم هما براسهم ما عارفينش انهم حاملين الفيروس وهما اللي كيشاركوا في تفشي الوباء. اذا هنا خص المجهودات ديالنا كلها خاصها تكون على الفحص والديبيستاج التحليله ديال السيدة باش نوصلو لهاد 30%. كذلك هاد نفس الاحصائيات ديال وزارة الصحة تشير ان اللي كتراوحوا شعب الاعمار ديالهم ما بين 15 و34 سنة كيكون تقريبا 50% من الاصابات الجديدة. فيعني الشباب ديالنا هو اللي كيتفشى هاد السيدة. فيفا يعني خصنا نوصلوا للشباب لي ميساج ديال الوقايه، ديال شنو هو السيدة، كيفاش كيتنقل، كيفاش يمكننا نحميو نفسنا. تنلاحظوا ان كاين نوع من النقص في المعلومه اللي كتوصل للشباب. طيب الفتره ديال الكونفينمون اثرت على العمل ديالكم؟ بطبيعه الحال الفتره ديال الحجر الصحي اثرت على العمل ديالنا. فمثلا التحليله اللي كنا مثلا حنا عندنا مثلا الديبيستاج موبيل، يعني كان عندنا واحد الكاميو اللي مجهز اللي يمكنو يمشي مثلا في المدن او في القرى او في الاماكن اللي ما فيهاش مراكز للفحص وكيقدم الفحص. فهذا ما كانش كنا نقوموا به، يعني كان نقص في
خدمات طبيعة الحال اللي كنا كنقدموها ما يمكنناش نديرو توعية، لأننا ما يمكنناش نجمعو عدد كبير من الناس في نفس المكان، فطبيعة الحال أثر على 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 العمل ديالنا. وحنا التخوف ديالنا أن هاد النقص في الخدمة ديال الفحص، نقص من الأنشطة ديال التوعية وديال الوقاية، التخوف ديالنا هو أن يعطي واحد ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة، في حين أننا بفضل هذه المجهودات كلها اللي كنا قايمين بها حنا والشركاء ديالنا الجمعيات الأخرى ديال محاربة السيدة، وبطبيعة الحال مع المشاركة مع وزارة الصحة، أننا استطعنا أننا نقصوا وتيرة الإصابات الجديدة. فمثلا من السنوات العشرة الأخيرة شفنا فيها تراجع عدد الإصابات الجديدة، في حين ان كل الدول ديال المنطقه ديالنا شمال افريقيا والشرق الاوسط مازال عدد الاصابات الجديده كيرتفع. فهاد النتيجه الجيده جدا وصلنا لها بطبيعه الحال، هي ما كانتش بشي، ما جاتش صدفه بطبيعه الحال، هي جات والده سنوات وسنوات ديال العمل في الميدان، ديال الشراكه هذه كل المعنيين بالامر الى اخره اللي وصلتنا لهذه النتيجه. فالتخوف ديالنا انه العدد الاصابات يعاود يطلع، لاننا في 2020 قصرنا، ماشي لخاطرنا ولكن قصرنا، ما قمناش بالانشطه اللي كنقوموا بها عاده. شكرا جزيلا. فهم مهمين جدا في محاربه السيدي، لانهم هما اللي كيمكنوا من ينقلوا لي ميساج ديال الوقايه، اللي كيوصلوا المعلومه للعموم. فلهذا جمعيات محاربه السيدة منذ سنوات قامت بشراكه مع النقابه الوطنيه للصحافه في شكل ورشات تنقوم بها بطريقه منتظمه، ورشات توعويه، لان اولا تنجمعوا الصحفيين، تنشرحوا لهم شنو هو، تنعطيو المعلومه الصحيحه، حنا تنعرفوا ان كاين في هذا الوقت ديال الفيك نيوز وال المعلومات الخاطئة، مهم جدا أنك تعرف شنو هو المعلومة الصحيحة العلمية من المعلومة الخاطئة. دونك تنقدمو في هاد الورشات معلومات على شنو هو الفيروس ديال السيدة، نقص المناعة، فيروس نقص المناعة البشري، كيفاش كيتنقل، كيفاش يمكننا نحميو راسنا منه، كيفاش ما كيتنقلش. وأولا وثانيا كنلفتو النظر ديال الصحافة شنو هما العواقب ديال أننا نوصلوا معلومة خاطئة، شنو هما العواقب ديال مثلا الوصم والتمييز. فمثلا إلا كنا كنوصموا واحد الفئة، فهذيك الفئة عمرها ما غادي تلجأ لمراكز الفحص، وغادي تبقى غادي ما غاديش تمشي دير التحليلة، واخا حتى هذاك الشخص او هذيك لا بيرسون تكون انها كتظن، يمكن تكون انها قضت السيدة، تخوف من داكشي اللي كتقرا في الصحافة والمعلومات السلبية اللي كتوصل لها، ما غاديش ترفض انها تمشي دير التحليلة. فشنو هو لا كونسيكونس؟ انها غتبقى كتنقل الفيروس، ما غاديش يمكننا نوقفوا هذيك الحلقه ديال تنقل الفيروس. فهذا هو الشراكه ديالنا اللي عندنا مع النقابه ديال الصحفيين، وكنشكروهم بزاف على هذه الشراكه. وهذه الشراكه راه اننا الجميل فيه اننا عندنا واحد الكتيب، واحد الدليل ديال الصحفي في هذه المعلومات كلها، نقدروا نلقاها المعلومات كلها ديال كيفاش كيتنقل الفيروس الى اخره، وكيفاش يمكن له يتعامل مع المعلومه اللي متعلقه بالسيده بدون ان يكون هنالك عواقب سلبية على محاربة السيدة في البلاد. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.